انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر. بالنسبة لل الميكرويف عندك 450، هذا ما هو دولابي عادي، كثير دولابي هذا عندك على 700، في عندك 700 ريال، في عندك هذا الفلان في 1450 في 1030 ما شاء الله. طب بالنسبة للمنتجات السطحية، السطحية عندك ايه احسن حاجة سطحية؟ في عندك الكوتش اللاين المقابل وفي عندك دي كم ده؟ هذا عندك تركي كم؟ هذا تركي 1350، تركي 1350 ما شاء الله. اشعال ذاتي؟ ايوه ده كله اشعال ذاتي. هذا عندك الايطالي، ايطالي 1500 ريال، 1500 ريال كله اشعال ذاتي ولا؟ كله اشعال ذاتي ما شاء الله، على النظام الجديد كله اشعال ذاتي ما شاء الله. يا جماعه حاجات تحفه ما شاء الله، ولا ياخد مكان ولا اي شيء، على الرخامه في المطبخ زي الفل. وده ما شاء الله يا جماعه شاشه التلفزيون اهو. دي كام ده ما شاء الله؟ هذا كم ولا مساهل تم؟ اه الله مساهل 2200، تاتش اهوت يا جماعه تاتش تمام. سعره كام؟ 2200 ريال يا جماعه تاتش. اللهم بارك يا رب. عليه ضمان؟ ضمان 3 سنوات شامل، 3 سنوات ما شاء الله. حاجات يا جماعه قمه في الراحه، مريحين الناس وانت قاعد على السرير تطش بس. هذا عندك مكتب كوتش اللاين الايطالي كم ده؟ هذا 1400 ريال، 1400 ريال وهذا برضه كوتش اللاين الايطالي، مفاتيح في الوسط، هذا جانبي جانبي، مفاتيح جانبي ده، ده مفاتيح في الوسط. كم ده؟ نفس السعر 1400 ريال، 1400 ريال يا جماعة ما شاء الله. عندك هذا المنفصل ثقيل 1550، حاجات والله أسعار جميلة جدا يا جماعة، وما تاخدش مكان ونظيفة يعني ما شاء الله. والمايكرويف، المايكرويف هذا عندك أفران كلها، أنا عندي 350، 350 500 ريال، 500 700 ريال ما شاء الله. عندك 700 برضه، عندك المقرويف في متناول الجميع يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طب بالنسبة للمكانس، المكانس عندك 350 فيها 400 من 350 ريال المكنسة يا جماعة، وعلى كل الأنواع ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك والمكيف، يعني شوف المكانس هنا قول كده من هنا 600 ريال، هيتاشي 600 ريال، ايوه 2000 واط، 2000 واط ما شاء الله. ونسبة اسعار المكيفات شباب، عندك 1350 في 1400 في 1500 ريال، وضمان برضه هو ضمان هاي 5 سنوات، 5 سنوات ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. ما ساعدناش النهارده بعم ابراهيم لانه مشغول النهارده، معلش هناخد يا جماعة أسعار الأجهزة الموجودة من غسالات وثلاجات ومايكروويف والكلام ده كله. عندك 850 7 كيلو، دي غسالة كم؟ أعلوية 850، 850 هنا عندك 1150، 1150 كم كيلو؟ هذه 8 كيلو، 8 كيلو في 9 كيلو 1200، 9 كيلو 1200 ضمان طبعا، ضمان 5 سنوات كمبر وسعره 2000، 5 سنوات ضمان تمام. عندك هذه 1400 ريال 11 كيلو جنرال كلاس، في عندك 1500، في عندك فالكون 1650 كم كيلو؟ 14 كيلو في 18 على 2200 كيلو، 18 كيلو 2200 ريال نعم ما شاء الله. الغسالات العادية، العادية عندك هذه 5 كيلو على 450 ريال، على 450 ريال هذه كلها نفس بعض 450 ريال. في عندك هذه على 700 ريال، 700 ريال في 750، في هنا 850، 7 كيلو يا جماعة، 9 كيلو كم؟ 800 ريال، 800 ريال هنا عندك 800، 800 ريال برضه، 8 كيلو ونص 800 ريال، هنا 10 كيلو، 10 كيلو على 1050، على 1050 في هنا 12 كيلو، 10 كيلو برضه ب 1100، 1100 دوراي ما شاء الله تبارك الله. عندك 10 كيلو عليها عرض تريس مصرية على 750، 750 ريال كم كيلو؟ 10 كيلو، 10 كيلو ب 750 ريال يا جماعة فريش صناعة مصرية. في عندك هذه على 900 ريال ميديا تبع شركة الميديا، 900 ريال في عندك 1200 ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا توشيبا تايلندي، توشيبا تايلندي 1200 ريال
ما شاء الله. 10 كيلو برضه. في عندك برضه دورة هنا. 12 كيلو دي. ايه 12 كيلو 1250. 1250. في فالكون 1400. 1400 كم كيلو؟ هذه عندك 18 كيلو. 18 كيلو ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعة. الأسعار طبعا يا جماعة إن شاء الله اللي برضه بغى أي شيء يجي لمحلات الأحمدي. محلات الأحمدي رقم الجوال. رقم الجوال عندك أي كم رقم الجوال حق المحل؟ هو يا جماعة وإن شاء الله يخدموه في خصم كمان. 059 الكارت هو يا جماعة. الكارت عندك. عندك الثلاجات. الثلاجات طبعاً. الثلاجات عندك 21 قدم 23 قدم على 2950. ما شاء الله. عندك 2300 في عندك هذه 3000 ريال. كم هي؟ هذه 20 قدم. 20 قدم. دولابي. ما شاء الله. في عندك 3100. 1100. 3100 هذه. 3100. ايه 21 قدم باب واحد. باب واحد. ماشي. دقيقة. الثلاجة من الداخل يا جماعة. بلد. ما شاء الله. ايه. ايه الأكثر مبيعا هنا؟ كلها اكثر من كلها اكثر من ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك يا رب كلها على حسب طلب الزبون كلها على اليوم 20 قدم اللي هي عرفت كانت ب 3000 الان ب 2450 ما شاء الله هنا 18 قدم كانت ب 2600 الان ب 2350 في معك التوشي ب 3000 ريال 3000 ريال ايه تايلاندي برضه تايلاندي في معك الهيتاشي 3150 ما شاء الله إيه. في عندك ال جي تي سي برو هذه على 1850 ما شاء الله في بنش مارك على 2100 ابراهيم باشا انت مالك زعلان ليه؟ في عندك ال الار 2300 ريال 2300 ريال 17 قدم 17 قدم في عندك 1450 هذا البنش مارك ما شاء الله 2450 برضه كله ضمان خمس سنين. ضمان سنة كمبرو ثلاث ثلاجات. ما شاء الله. وسنتين كامل يعني 12 سنة. ما شاء الله. طب ايه الحاجة اللي في متناول الجميع كده ممكن ب 1000 ريال ب 900 ريال اخد ثلاجة؟ الثلاجة في معانا جنرال وفي ايفون بس ما هي موجودة حاليا. تمام. كانت 9 قدم. 9 قدم. ايوه 1150. ايه اقل سعر عندك هنا؟ في عندنا الجنرال هنا عندك دي كم؟ على 800 ريال 800 ريال دي كم قدم؟ هذه 5 قدم 5 قدم ونص 800 ريال ايوه وهذا اللون الابيض منها ما شاء الله 800 ريال ما شاء الله هنا عندك 780 780 ريال 4 قدم ونص 4 قدم ونص في نزول في الاسعار ولا دي اخر ساعه؟ لا هذا اخر ساعه انا بنجيب لك اقل ساعه تمام وحقه المكتب اللي هي المكتب هذا عندك ب 480 ب 480 ريال او هذه نفسها هذا عندك جنرال كلاس وفي ستار ما شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.